عشان ما تنشوفوا عندي 3 أيام وانا يحكوني كل يوم يلحقني فيديو كل يوم تلحقني حاجة نبقى هيك مشوكية ما نكومونتيش كل وين يلحقني فيديو ندخل التيك توك نروح نشوف التيك توك تاع حقول هذه اللي كتعلمني كيفاش نسبح وكيفاش نسبحوا باليد وكيفاش نسبحوا بالمسبحة. ندمت علاش اصلا درت هذاك الفيديو اللايف عليها في التيك توك باسكو ابارامون هذيك اللي تقول صاحبتي اللي خرجت الفيديو تاعها تكذب هي دارت هذيك النميمه باللي صاحبتها اللي خرجت الاخر الطفله اللي كنا مقلقين عليها ونقولوا بالك شما يصرالها بالك شو سي با كوا بالك بصراحه بالك يقتلوها الفا تري تري بيان راهي تحوس على لي زابوني يطلعوا لها يحكوا لي لي ميساج في البريفي كش تهضر راهي تعز في لي فيو تاع ستوريا تاع الانستا كش شي يطلعوا لي فيو البارح لقيتها نحات الفيديو تاع تيك توك باسكو قلت لكم انت لحقني فيديو ندخل التيك توك نشوف فيديوهاتها لقيتها نحاتهم وخليها غير هذاك تاع عرض الناس وقال الله وقال يعطيك ضربه يا بنتي الله يجيبها لك ضحكتي علينا الناس الله على واش دار لكم الاسلام يا ربكم انا جوست دو توزون طون جو بوان ان فير دالكول كي تسقسوني انت مسلمه نقول لكم مانيش مسلمه يا اختي اذا الاسلام بيني وبين مولاي انا شاهد شاهد ربي ما شاهدش للناس وما نحبش جو دون اون ايماج على دين نتبعو ولا حاجه نتبعها الله يهدينا كامل اللهم على شمات راني ما نشمتش فيها باسكو ما تشمتي في بلادنا ما تخافي ربي يصيبك تولي اكثر منه مي الله يهدينا سمحوا لي هذوك سي حوايج ايروتيك سي حوايج ماشي حتى وحده دارتهم باغ امور ونقولوا غلطت وبعثتهم خطيبها ما كاش منها كاع الحكايه ايا قلت لكم طفله راهي تحوس على لي فيو وما على بالهاش كامل واش راه صاري في الدنيا السون فو دو ما فهمتش واش من عالم راهم عايشين الناس ما فهمتش واش من موند رانا عايشين فيه الله يسترنا والله يهدينا اللهم على شماده باسكو باش تطلقي لي انا دي فيديو تاع الدين كيما هكاك وتهضري في البريفي بالطريقه هذيك وتقولي ها باغيني طيرني من السوشيال ميديا نقعد لهم هنا الله يهديك يا بنتي الله يهديك والله انتي ماشي الله يهديك انتي الله يهديك باسكو كل الاول خونا وليا دارتهم لصاحبها ولا راجلها ولا خطيبها وخرجهم منها وشفتنا وكذا ودافعنا وصحبينا نستروا ونغموها كامام سين بيرسون عندها 1,300,000 بيرسون ياك 1,300,000 بيرسون اللي راهم يشوفوا فيها من كل جلاس من البلاد وحيخش تروح على الفضاء حيزو يتنشروا اكثر يعني لو موند عرب سامع البور سامعين حكايتها شايفين لي فيديو تاعها في الاول خرجوا دو فيديو قلنا نستروا مستر ربي ونستروا الولية وغلطة وكاين بزاف بنات يطيحوا في ولاد ماشي فاميليا توصل لهم هاد الحوايج مي كي شفت لا سويت سي الي اوداسيوز ان فات الا با دو سي با في باغ امور سي كون قاعده نشوف مخلوقه بالحجاب البراءه وكي نشوف الفيديوهات الاخرى لا اله الا محمد رسول الله لكم شوفوا كنت كي نحب لي فيديو دخل تيك توك نشوف فيها هاد الطفله عايشه زوج شخصيات يا اما مريضه نفسيا مسكينه سخونه على الطرون تاع باري ولا هذاك شتو اللي عندهم ان كونتينيو في السوشيال ميديا تاع ماكياج الفيديوهات تاعهم يتعبوا عليهم يديروا ماكياج هي دايرتها هذاك كي شغل خدمه نتا دايرت لكم البروفيل تاعها كله دين وبطاطا وتسباح وصالات وقراصون صباح الخير البنات اون فيت هي هذاك حياتها الحقيقيه هي هذوك الفيديوهات والتيك توك سيتي جوست ان كونتينيو بور ترافايي فار لو بيزنس رجع كلام ربي والقران ومسحه وصالات بيزنس الله ينعلكم صبحتكم بالخير البنات هذه والدة عندها أولاد بس كيو شفت غير مارسو